يقول: يا فضيلة الشيخ، في أحد الليالي عندما كنت أمارس الجماع مع زوجتي تسلط علي الشيطان وأخذت داعب زوجتي في غير المكان المخصص، وذلك في الثدي. يقول: وقد أنزلت في ذلك الموضع. ويقول أيضا: ضميري لم يرتاح وإنما يؤنبني، نرجو من سماحتكم إفتائي في ذلك وإفادتي ما كفارة ذلك، أفيدوني أفادكم الله، وأسأل الله لنا ولكم التوفيق. الحمد لله الذي ينبغي للإنسان أن يستعمل كل شيء في موضعه، وقد قال الله سبحانه وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. والحرث هو موضع البدر، وموضع البدر بالنسبة للمرأة هو الفرج، لأنه الذي يصل إلى مكان البدر وهو الرحم. فهذا هو الذي ينبغي الإنسان أن يأتي زوجته فيه، ولكن مع ذلك لو أتاها في محل آخر غيره سوى الدبر، فإن ظاهر قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، ظاهر هذا العموم يقتضي الجواز، وأنه يجوز أن يستمتع بزوجته فيما شاء ما عدا الدبر، فإنه لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته فيه. نعم، إذن ليس عليه شيء في هذا. هذا هو الذي يظهر من قوله تعالى: إلا على أزواجهم. أحسنتم.